بالنسبة للصحة تاع المواطنين والصحة تاع الحيوانات ما كان حتى إشكال. إذا كي تم التقارب تم إجماع على القول أنه مكملات غذائية تم الإفراط في استعمالها. Il y a eu un surdosage d'un complément alimentaire. Donc الحكاية اللي كنا نسمعوا فيها gauche droite كلها فارغة ما عندها حتى هذا الإجماع. راني نعطيكم النتيجة نتاع الخبراء وما عنديش حق باش نزيد كلمة فوق منها لأن هذا عمل تاع مخابر. وبرئ تماما إخواننا المربين لأن نعرفوهم وخدمنا معاهم وهما اللي مشاو معنا في الديسبوزيتيف. وبرئ هذا الناس هذو اللي هما اللي راهم يخلقوا في الثروة. وأوجه صبع الاتهام لبعض الناس اللي تستغل بعض الفترات هذو هما اللي كنا نهضروا عليهم لي سبيكولاتور qui ont profité d'un moment pour acheter peut-être un certain nombre de bêtes وزربانين كانوا شوية باغين يزربوا للربح السريع.